عيني يا ليلي يا ليلي يا ليل، اوعى يا غلبان اوعى يا غلبان تروح لجبان وتشكيله وتقول على اللي حصل لو تعرف أمور خط تشكيله والصاحب اللي يزوره وقت المضيقة معين ويشوف لك الجرح اللي بقاله سنين ومعين واحترت عين تروح المين وتشكيله يا ليه. واو 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 مصطفى السيسي. عايده وعيبك دول صحابي اللي في جيبك، جربت اقول يا اخواتي دقيقه في كلمه كله هيسيبك في كلمه كله هيسيبك، مالكش حق يا زمن العيب غريب حني من العيب، تعبت والله ومين حاسس واقول يا جرحه وبكره طيب واقول يا جرحه وبكره طيب، يا اخويا مني وانا منك طب ليه في عينك اشوف غيرك، بقول لكل اللي بحبك مش شايفه انا محدش قبلك، طب ما انت كان سالك قلبك دلوقتي ليه الكريب دمك، يا اخويا نفسي ثم نفسي حد عامل ايه يا ابني، ما تخافش اخوك صار بطوله بصف دم اللي ندبني بصف دم اللي ندبني، خلف الحديد واقف عنبر والنضارات من غير شنبر، ده كله شايف شخص جحود وجوه مننا انا متدمر، اسمي ده متمكن عالحيطة روحتي كاتب يمكن، يا خصمي اللي انت فهمني يا تفضي طرقة يا هتركن يا تفضي طرقة يا هتركن، ورسبت ست الحسن يا ناس سميتها سنيورة الإحساس، يا تفضي اسمي وحرفها هي الدهب والباين السجن ده لو كله فلوس تقول فلوس وادم محبوس، انا كنت نايم على سهوة وجه زميلي ضربني بموس، اعمل اللي شفته ايانا الحبسة كانت زلانة، مع اني سايق احبابي صعبا عليا الزنزانة، في شهر زاد وعسل ملكات يا احلى بنتي في اي معاد، دي نور عينيا ودي العترة ونفسي اخلف من اولاد، ودع بقى لكل المساجين الرجولة المؤدبين، انا هروح واستقبلهم في يوم ما ييجوا يا ناس خارجين يوم ما يجوا يا ناس خارجين في يوم ما يجوا يا ناس خارجين، بس خلاص.